أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآباد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب الذي من أجل الصلاح وحده من ما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها وصرت لنا وسيطا لدى الآب والحاجز المتوسط مقطه والعداوة القديمة هدمتها وأصلحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم هذا أيضا الآن أنعم به علينا يا سيدنا وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس الموت صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب كلنا يا سيد
الحب لا بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح في الحكم من موهبتك غير المائدة السمائية بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اسمعنا وارحمنا فلنقف حسنا لنقف بتقوى نقف باتصال نقف بسلام نقف بخوف الله ورعدته كل الشعب بطلبة وشكر بهدوء وسكوت ارفع عينكم إلى ناحية المشرق لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إلى هنا موضوع عيني قيام السرافيم ذو الستة الأجنحة والشيروبيم الممتلئون عيونان يسترون وجوههم من بهاء عظمة مجدي غير المنظور ولا المنطوق يسبحون بصوت واحد صارخين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك صالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة سلام ذبيحة
بطرس كي خريستو منو جي نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرئي غير المحوى غير المبتدأ الأبدي
غير الزمن الذي لا يحد، غير المفحوص، غير المستحيل، خالق الكل، مخلص الجميع، غافر خطايا آنا، منقذ حياتنا من الفساد، مكللنا بالمراحم والرافات. أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب، أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك، أنت الذي ترسل لك الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخير إدما. أنت الذي يباركك غير المرئيين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا. أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدوس الحقيقية، الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم. اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفتر، ونبارك
الشرق انظرا أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يسترون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبيح الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبح يا رب
صبا عنا أربعين يوما وأربعين ليلة أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك
من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي على آيها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معوزا شيئا من أعمالك رامتك. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبتا النطق، وفتحت لي الفردوس ليتنعم، وأعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت. غرس واحد نهيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك. أنا اختطفت لي قضية الموت، سعيت في طلب الضال. كأب حقيقي تعبت معي، أنا الذي سقط، ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة. أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض، أعطيتني الناموس عونا. أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي، أشرقت للضالين وغير العارفين.
أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء، أيها الغير المحوى، إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وبركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني وأريتني القيام من سقطتي، أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطيئة بالجسد، أريتني قوة سلطانك، وهبت النظر للعميان، أقمت الموتى من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعطفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرك للصياط، وخديك أهملتهما للطم، لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصى، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت بكورتي إلى السماء، أظهرت لي أعلان مجيئك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعمال، حرياتي.
قلوب أعمالي تبعا لأقوالك. أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا. أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وعصير كرما. سلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوباويتين المحييتان. ومن أن هذا هو بالحقيقة فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكرا. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. وقسمه وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزاجها من عصير الكرمة والماء وشكرا. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. آمين. وإذا قوم ونعترف ونمجد. أزق وأعطاها أيضا لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي.
المجيد. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك مقدسة وصوتك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك. من انتفاع فين صوم ايف او بنطا دينا اعتي امين او باي افوت زيون نصنو في الطيوت انت تزي يسيك امفيري انطا يا ليسون يا رب رحم. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الأساقفة قداسة البابا أنبط وضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الطوباوي المكرم أسقفنا أنبا يؤني. يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة ننعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامس والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. يا رب الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله يا أبو ظبي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين. من أجل خلاص العالم وقرية نازي وسائر القرى والمدن والجزائر والأديرة وبيوت المؤمنين.
رب الساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. اطلبوا عن أهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اصعدها كمقدارها كنعمتك. فرح وجه الارض ليروى حرسها ولتكسر اسمارها. اعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. رب سني طافين ناكخون النيزور نمني طافين ويبون نمني طافين فليتوتو موينو تير بفيك بفل خيني في أوي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أباءنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصابغ الصابغ المعمداني والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس والقديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس أغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أغريغوريوس الصانع العجائب والقديس أغريغوريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا والماء والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبر أنبا بولا والثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا يحنس القمص وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وكل مصاف قديسيك. هؤلاء يا رب الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. Sikiri
كيريه ليسوي كيريه ليسوي كيريه افلوي يسوي كيريه أخذت نفوسهم نيحوا في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم أحفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك إلى التمام. كما كان كذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدورام. واهدنا إلى ملكوتك لكي بهذا يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء. كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس، بركة وسلام لجميعكم. ولروحك أيضا. أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية غير المائتة. الجسد المقدس أجل جسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. السلام لجميعكم. لروحك أيضا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة. والصوم رفع إلي إلى السماء وقال
وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. عمل بهما الأنبياء وتنبؤوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبته في الملك المسيح. ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء
ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نجسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول جبني الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفايتنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تقلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك ام بخريسوس يسوس بن شويس نروسكم للرب امامك يا رب يريني باسي يا دوب دماتي يسوس اصبر يا رب واجتماعاتنا باركها خلصنا حقا مع روحك ايضا ننصت بخوف الله يا رب مين كري علي صون كري علي صون كري علي صون للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين يريني باسي يا دوب دماتي يسوس صوماجيون كيمتي ميون الي سينون يسوع خريستو تويوتو سيو مونامين أجيون تيميون سوما كيمالي سينون يسوع خريستو تويوتو سيو مونامين بسوما دم بسنو فنت إمانويل بنوتي فاي بخين أم اسمي آمين 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 أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير الناز والجسد المحيل الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 الناس وبالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة آمين طلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معنا رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية يا رب ويا رحمة